مكثرهم يعرفوا كان الحديقة، حديقة الحيوانات اللي تقولوا في تونس البلفدير يقولك حديقة الحيوانات، لكن حديقة البلفدير كبيرة وأكبر برشا من حديقة الحيوانات، على خاطر حديقة الحيوانات ميمثل كان 10 هكتارات في وسط 110 هكتار، وحديقة البلفدير هي حديقة تاريخية على خاطر معناتها وقع التهيئة متاحة واللاميناجمون متاحة اللي نجموا نشوفوه توا في أوائل القرن العشرين، قبل ما يجي المعمر الفرنساوي كانت زيتون وخروب على ملك خواص، وكان اسمها جنان بنت الري. كذلك البلفدير اسمه الجبل الأخضر اللي هو محاذي الجبل الأحمر. وقت اللي جاء الفرنساويين والاستعمار الفرنساوي بناوا لافيل أوروبيان، وكان عندهم ان بيزوان اللي هو يلزمهم نهار الاحد ونهار السبت يخرجوا يتنزهوا ويلعبوا ويمشيوا ريستوران والكل. وقع تهيئه البلفدير كوم بارك بور للجاليه الفرنساويه اللي جات لتونس مع الاستعمار في اوائل القرن العشرين. لكن البلفدير عنده برشا مشاكل. أول حاجة هي الزحف العمراني، من كل جهة نبني ومن كل جهة ناكلوا من التيران دي بلفدير، كسوسوا من الجبل الأحمر ونشاهدوه حتى بعد الثورة، معناتها فما انفلات التيران دي بلفدير sont en train d'être grignotés من كل جهة. من جهة الشمالية الشرقية شفنا المناس اللي الطرابلسية والثورة معناتها أنقذت البلفدير، خاطر الطرابلسية كانوا باش ياخذوا البارك دو بلفدير بوغ انستالي دي شالي اوتيل بريفي ان بارك بريفي، الوغ كو هو البلفدير للتوانسه الكل. دونك مناس دوربانيزم من كل جهه. المناس الثانيه هي تدهور الغطاء النباتي، معناتها الجر قاعد يهرم، ساعات نعوضوه ساعات ما نعوضوهش كيما يلزم، ساعات المانتنونس والانتروتيان ماهيش هي. فما زادة مشاكل انجراف، معناتها وقت صب المطر التربة الكل متاع البلفدير تهبط. كذلك الطرقات، وشفنا كيفاش جمعية البلفدير باليقظة متاعها نجمت تبدل مسار الكياس الكبير الإكس 4 اللي هي في 2016 خرجت في مثال التهيئة لمدينة تونس، وكانت كاتر فوا رابيد معناتها أربعة طرقات سريعة باش تشق حديقة البلفدير من أوتيل من بحذا كلينيك التوفيق وتهبط شق البلفدير حتى الباب البلفدير، وكان في المشروع حتى معناتها تهديم الباب اللي هو من معالم متاع البارك. ومن لي مناس الكبيرة الأخرى هي لا ديغراداسيون دو بيزاج، معناتها البلفدير القوة متاعو في البيزاج في المشاهد، كل ما نطلعوا كل ما يتبدل المشهد ونشوفوا لهنا، معناتها المنظر المزيان ياسر ياسر اللي يتحل على مدينة تونس وانت في قلب العاصمة. ما يلزمش واحد ينسى اللي هو في قلب العاصمة، راك في قلب تونس، راك في قلب السيركولاسيون اوتوموبيل، في قلب الاوربانيزم، في قلب البني، لكن نقطة خضراء يلزمنا نحافظوا عليها. عندها مدة ما صارتش تشخيص مشاكل البلفدير من طرف معناتها خبراء، دونك توا فما دراسة قاعدة جارية. أول حاجة عملوها الخبراء هي معناتها تشخيص الوضع، شنو هما المشاكل البلفدير، المشاكل الاجتماعية سوسيو ايكونوميك، المشاكل البيئية، مشاكل التربة، مشاكل البيزاج، مشاكل الترانسبور والسيركولاسيون اوتوموبيل. ومن بعد التشخيص هذايا التصور كيفاش نتصوروا حل المشاكل هذايا. الاشكال هو شنو، انه لي بارك سون لا بروبريتي دو ليتا، وليتا يستسهل
يستسهل أنه ياخذ ليترا متاعه مش نعدي كياس، هو عندي بارك ما عنديش مشاكل لا بوبولاسيون مش نرجع لها حق التيرا لا اكسبروبرياسيون دي تيرا. أوب ياخذ لو شوا دو لا فاسيليتي وما غير ما معناتها ما يستشير أهل الذكر. بون نجم يستشير خبراء، لكن الخبراء وحدهم ما غير نظرة المجتمع المدني ما غير نظرة المتساكنين ما عندها حتى قيمة. لو بروبليم دو رادس كيف كيف اون اوتوغوت جيانت فا ترافيرسي لو بارك شقوا في اثنين. ما هذا